مساء الخير ومرحبا بكم مع عدد جديد وقصة جديدة من قصص برنامج واش راك. اليوم راح نسمع حكاية فريد. فريد عنده شحال هو يبعث لي يقول لي حاب نحكي حكايتي وشاك فوا جيت الحق دالتو تصرح حاجة يجوز عباد قبلو. المهم هاد الخطرة قررت انه لازم نعيط لفريد باش قلبو ابارام راه معمر. فريد عنده مشكل مع يماه وما عارفش كيفاش يتصرف معاه. وشنو المشكل تاعو وشنو مشكلته مع يماه وش حكايته مع بابا هادو كما احنا عارفوهم. كي نعيطو له في التليفون يلا على بركة الله. وي خويا هشام، مساء الخير خويا فريد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راك لاباس؟ نشرب حشيون تاع باش نقلع معاك نيشان. كيفاه؟ ديرك قلت لك نشرب شوية الماء باش نشرب الماء. شرب الماء هيا كاع نشربوا الماء ونقلعوا ديريكت يلا. اه باش نسمي والله. اي روح بسم الله. بسم الله فريد شحال في عمرك عزيزي؟ وي خويا هشام عمري 42 سنة. انا 42 سنة الله يبارك. منينك فريد؟ من مدينة الغزوات ولاية تلمس. ايه خيار ناس نسلم سأل غزوات نحبها شاب الله يبارك. عندكم شواطئ ما شاء الله، عندكم الحوت. اروح اخويا لعبنا ضربت الحوت في البور تاع الغزوات. دونك اخويا هشام القصه تاعي انا تقريبا ماشي من الوقت اللي انا نولدت فيه. القصه تاعي مع 2005 2004 2006 مع عادينا واحدة. كي بديت أنا نقرا ندخل الجامعة ونقرا في التعليم العالي ونقرا الدين. واش درت تخصص في الجامعة؟ كي دخلت في هذه المرحلة هذه واش درت تخصص في الجامعة فريد؟ فريد دقيقة برك، واش درت تخصص في الجامعة؟ شريعة؟ شريعة. شريعة أوكي أوكي كمل كمل. يا خويا كي دخلت نقرا في علم الشريعة هذه وليت نعرف قيمة الدين ونعرف قيمة الأب والأم إلى غير ذلك. يعني من قبل كاع هي الحكايات رجع كاع كي بالنسبة للوالدة. أنا بديني لسان صح. بالنسبة للوالدة كي طلقت الوالدة مع الوالد كنا في فرنسا. تعيش في فرنسا؟ يعني أنا لا درو قراني يعني عايش كنت اسكو كنت عايش في فرنسا. انا ولدت في فرنسا وعاود جيت للجزائر. داكور. شحال كان في عمرك كي تطلق باباك مع يماك؟ 5 سنين 6 سنين هكا. داكور كنت صغير. اوكي كي طلقوا في فرنسا انا عاود جابني لهنا للجزائر وخلاني هنايا. والوالدة من قبل تزوجت مع عاود واحد قبل بابا. عاود صار لها المشاكل عاود مع هذاك الانسان. عاود هي ولدت وجابت خويا وجابت اختي وجابت اختي. داكور. هي عاود طلقت مع هذاك الانسان الاول تاع قبل بابا. كي طلقت معاه كان الوالد ما عندهاش الحنان. الوالده انا كل اخواتي وكاع يجيو معايا انا يقولوا لي الوالده هكذا دليل على انها ما عندهاش الحنان. قالوا لي بلي انا كان واحد خويا كبير عليا هكا عندها واحد 45 50. قال لي انا نعقل كيف طلقت مع بابا. قال لي رماتنا لبرا هما صغار وقالت له هم ولادك وكلهم هم ولادك ورميهم وبلا ملابس كما ولدتهم. كانوا عندهم عامين سنين وهذا خويا كان عنده 50. قال لي انا نعقل على هذا على هذا اللحظه هذه وعلى هذا القصه هذه. قال لي من صغر ما عندها مع اولادها وكبرت هكا وكبرت هكا هي وانا علاش هي هكا نقول في راسي وكل اخواتي يقولوا هكا على خاطر هي كبرت مقلشه شويه عند دبوها غير هي وخالتي غير زوج بيهم. هي كي كبرت في هاد التقلاش هكا ما ولاش عندها الحنان.
صح هذه القضية مع الرجل ما عندوش علاقة اسمح لي بين قوسين يعني الإنسانة كي تعيش في الشا في دار والديها صافي با دي تخرج هي ماشي حنينة لا لا ما عندهاش علاقة بالعكس بالعكس الطفلة كل ما تلقى الفشوش يعني تلقى الحنان أفري دير من عند والديها هي تزيد تولي مشبعة بالحنان وهي تاني تكون حنينة على أولادها إذا كانت حنينة علاش ترمي أولادها برا أنا نقولها معليش كمل احكي لي دوك مع ذاتك نرجعوا للتساؤل هذا كمل احكي لي لازم في الأول نفهموا الحكاية باش نشوفوا حنا نقولوا أنا قلت لواحد المرأة شحال مخترة أي امرأة نتقصيها ونقول لها قولي أن الوالدين تاعك كيفاش دايرة كيفاش دايرة وقلت لها هذه القصة نتاع ترمي أولادها وهي صغار قالت لي بالك ما توريش الحنان تاعك ما تبغيش تبين بغيش تبين بغيش قلت لها انا كيفاش تعطيني الحنان هي باغية البر كي نكبروا تعطينا البر إليك من الصغر تعطينا الحنان وتعطينا المحبة وتعطينا الرحمة باش كي نكبروا نشعروا لهذاك الحنان تاعها انا ديما ممكن نهضر معاها ما صرحهاش لان انا عارفها باللي هي واعرة وعصبية ومنرفية كي نهضر معاها ما صرحاش ما نعطيهاش مباشرة أنا كيما عندكش الحنان ديما تقول لي كي تعرف لا تقول لي نقلب الطابلة على تكونوا ناكلوا ولا تقول لي خرج عليا برا وشحال مخترة تحرمي من الدار وسوف يأتي هذا الشرح سياق الكلام تاعي إن شاء الله المفروض كي تكون عند الحنان قلت لها علاش ما تعطيش الحنان اللي عندك تقول لي شان ندير لهم نرفدهم على راسي والله يعني قريتكم وعلمتكم هي في نظرها الحنان فقط من جهة المادة من جهة المال ومن جهة توفير لك مثلا تعطيك الدراهم إذا راك باغي ولا سوايع كاين الحنان العاطفي كاين الحنان النفسي كاين الحنان الكلام أنا ولا مرة أنا حتى في الصبر خويا هشام في الصبر كنت نقول لوالدة بالاسم نتاعها إلا وصلت 10 سنين 15 عام وليت بلغ شوية عاد وليت نقول لها ما تخرج لي غير هكا من طريق البر ومن طريق الخوف من الله وليت نعرف ما كنتش نقول لها يما وأنا صغير نقول لها غير الاسم بتاعها داكور هذا إجمالا كما احنا نقوله دونك كي نولت فرنسا خويا هشام وجيت الجزائر وكاع دونك جاتني الوالدة الوالد جاتني عند ما عند ما جداتي تاع تاع بويا كي جاتني وي خويا كمل كمل راني معاك كي جاتني تما الوالد بحال قرية بعيدة عن الغزوات ولاية تلمسان هي الوالدة عرفتني بلي راني هنا في الجزائر جات داتني كي جات داتني تربيت معاها وهي كي تربيت معاها ولات بالشقاوة والضرب وتخرجني من الدار وكما قلت كما لقيتش معاها الرحمة وما بقيتش معاها حتى حنا جداتي نتاع عمها كانت معاها ماشي مليحة أحيانا زادت عليها صور أن أنا نقول في راسي والله أعلم نقول لي هي كما برج أمها عودها الله تعالى بالأبناء ما يبروهاش وأنا نقول هكا بصح أنا ما ليش داير في بالي ما نبرهاش أنا إنسان مدين الحمد لله ومقرب في تلمسان في العلم الإسلامي في التعليم العالي طيب بعد نشوف التفاصيل أيضا إذا لما جاتني الوالدة ورباتني وقراتني وطعوني أنا أعترف بهذا الأمر هذا بقيت عايش معها إلى غاية وصلت لمرحلة نتاع البلوغ وليت نعرف مني في الدين باللي أن الأب يليقت زوره ويليقت بره وربي وصى على الوالدين بزوج بيهم وهذا الأمر ما يختلف فيه اثنين لا يختلف فيه لا جاهل ولا عالم كلهم يعرفون أن الأب عنده حق البر والصلة. إذن أنا لما وليت نعرف وقريت وكاع وليت بغيت نمشي عند الوالد وديما نمهد لها نقول لها هذاك با وتيام با وليك نبراه وكما تيام برك ومانيش باغي باش ندخل لها مباشرة نخليها ونخرج من الدار مباشرة ونروح عند الوالد باش من بعد
ما توليش عندي مشكلة ومع الناس ومعها اللي يقولوا بيا وخرج وخلى ما هو خلى الوالدة نتاعها. ديما نهد لها ونعطيها أفكار، نقول بالبالك يجي النهار اللي مثلا تراجع الأقوال نتاعها، فهي ديما تقول لي لا قطع الوالد تماما. ما كيما نقولوا عند المشكلة بينها وبين الوالد ترجعها فيا وترجعها فيا، واختار غير انا مع ما عنديش خوتي. دونك كي وليت نكبر وكاع وليت نمهد لها تقريبا حوالي سنتين او ست سنين بين 2005 الى 2008 2009، قول هكا اختار انا قريت من 2005 الى 2009 ليسون. هذيك المدة كلها أنا نهدر معاها ونقول لها وإلى غير ذلك من هذه الأمور هذه، حتى كي كنت بعدت عليها عرفت بلي الهدرة معاها ما تنفعش، ومستحيل أنا غادي تقتنع الوالدة كيما هكا، على خاطر نعرف خويا هشام كي نفتح لها الموضوع مباشرة تسبني وتشتمني، واللي كان كل معاها ضربني وضربتني، وسوف يأتي القصة مع الكلام اللاحق إن شاء الله أمام الناس وأمام الأئمة إلى غير ذلك. لكن كنت فهرا ووصلت المرحلة باللي ما نزيدش نقول لا، وليت أنا أتواصل مع الوالد تاعي بالخفاء. دبرت النيميرو تاعه مع عند عمتي يمكن أعطتني النيميرو، وهي أيضا أمر آخر يعني حتى من قطيعة عمامي وعمومي وكاع ما نمشيش لعندهم. وعندي حامي مسكين قلت لها تسامحي معاه وتبين له المسامحة وكاع اللي درتي فيه واللي درتو بعثتي انت وياه وكاع على جال الوالد وكاع، قالت لي انا ما درت له والو إلى غير ذلك. وقالت لي المسامح كريم، هما يقولوا هكا المسامح كريم صح في قلبها، قالت لي انا ما درت له والو. طيب انا لما مشيت عند الوالد وهو كان يسكن في المروك، مشيت عندها خفية بلا ما نقول لها وكاع، بعقل كان واحد صديقي في الفهران كان تما فهران هذا الانسان، طيب هو اللي عطاني الشجاعة وكاع باش نمشي عند الوالد. وكي مشيت عنده جابوا لها الاخبار وكاع، قلت لها انا مشيت عنده باللي خوفا من الله وخوفا من يوم القيامة، وربي عطانا حق الوالد والوالدة. كي رجعت لعندها ما بغاتش، ضربتني وسبتني وشتمني وشتمت وغير ذلك من الكلام البادي والكلام المسواج كاع. راح صبرت معاها، دارت لي اللي دارت، معليش قلت لما وما كانش مشكل، وما كنتش نخرج انا ما خرجتش في هذاك الوقت. اختار انا كي كنت صغير كان حتى تخرجني وتضربني تخرجني كاع، كنت شويه ماشي مستقيم، تعرف واحد صغير والشباب وكاع، كنت نخرج وكاع نبات برا وكاع، قاسيه عليا. معقل كانت عندها واحد العود قهوي تاع اللوح، كي زعفني ولا تضربني مسكينه، جدا تاعي كي بزاف مسكينه، تقول بلي شوف والدتك شو دارت فيك وشوف شو دارت فيك وتدعي عليها. هذه الجدتين تاع بويا تدعي عليها وتقول شو دارت فيك وكاع، ونوري لها ظهري بصور قاسيه عليا هكا، ماشي القساوه نتاع المحبه، القساوه نتاع التربيه الشديده. قالت ما حتى كي كبرت، حتى نورمالمون كي تكون وكي كبر واحد وكاع تولي تكمل مع الكلام الطيب وما تقصاش علي، انا حتى كي كبرت ولات تضربني وقاسيه عليا. ايضا كي مشيت عند الوالد ورحت لعنده وشفته وتكلمت معاه وكاع، الوالد المسكين شوف ما يعرفش كاع الله وكاع ما يصليش وكاع ما يتبع طريق الله وخارج من تبع محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول مسلم صح ما يعرفش كاع الامور تاع الدين، صح عنده الحنانة. لقيت هذيك الحنانة اللي فقدتها عند الوالدة لقيتها عند الوالد. هذا غير في المروك، مازال عادي انا ما مشيتش لفرنسا وما فكرتش في الكواطات وكاع، ما جي امور كثيره فيما بعد. هي لما مشيت عند الوالد المفروض كي جيت لعندها عندها للدار
ضربتني وداع قالت لي هذه هي التالية، قالت لي لازم تهدرت معها ولازم تمشيت لعنده، قالت لي هذه نقاطعك فيها، قالت لي نسمح لك. فقالت لي الأخطرة الجاية عاود جيت عاود رحت لعنده وعاود درت حاجة براسك وما تخبرنيش، ما نسمح لكش وتدعي لي الدعوات. هي دائما عند أخويا هشام غير الأدلة من القرآن والسنة غير اللي نسبوها هي، مثلا أمك 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 صح، وين رأى أبوك؟ ربي وصى الوالدين عن أب وعن أم وعن وتبره هي تبر الوالدة وتبر الأب. أيضا لما مشيت عند الوالد عاود قعدت مدة معينة وعاود بقيت عاود مبين مهد لها وضميري أنبني يقول لي خص هذاك باك وهذاك مر. وأي حد أحد كما قلت لك أخي هشام أن أي أحد إلا ويجي اللي يجي معي يقول خص تمشي عند باك وعند مر، هي تقول لي كيفاش صار عند باك، هي تبغي تحكم في الإنسان خويا هشام، مستحيل هذه تعيش كما هي باغية وأبنائها وبناتها إنك هي تحكم فيهم كما هي باغية، تمشيهم كما واحد الروبو هذا كبير. أنا قلت لهم بلك حتى واحد كي يتزوج وما ندخلش في التفاصيل تقول لي لي يادر مع المرأة هكا وهكا وهكا وجيب هذه وعمل معها هذه ودخل في الديطاي بزاف. يا أنا قلت يعني قعد معها بهذا المبادرة هذه وبهذه الفكرة وبهذه العقلية هذه. وقبل ذلك هشام هي تقول لي بلي أنك تروح عند الوالد مش ندليل لك باللي أنها هي تحب تبغيك تحكم في ولادها، تقول لي تروح عند والد مرة في العام أو في المناسبات أو مرة مثلا في حكيك كي عيطوا في التليفون وعيطوا معايا في التليفون حداي، تقول لي وأنا نسمع أنا نسمع شو تقول له. وهذا الهدر اللي أنا يقول لك أخويا هشام بلدك مثلا ما عندهش قيمة صح، أنا كي ديما 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 معاك هكا نهضر معاك ديما ديما في قلبك تحس باللي راك مضيق راك مقيد. عندك الوالدة حقيقة والوالد وأين الحق نتاعو؟ كان أحيانا الناس اللي يقولوا لي روح لعنده بصح ما تقول لها وما تهدرش معاها وكاع، بصح نقول لهم أنا هو في فرنسا على بالها كي نروح لفرنسا ونروح لعنده على بالها باللي رحت لعنده. طيب أخويا هشام وأنا كي نرجع شوية لورا، هنا كي أنا رحت عنده كنت في المغرب وعاود رجعت للدار وعاود ضربتني أمام الأئمة وصحابي وكاع. شحال كان في عمرك فريد كي ضربتك قدام الناس؟ شحال كان في عمرك؟ جيت العشرينات 29 30 28 كنت كبير كنت راجل نقرا الشارع عندي ليسونس. يا كي ضربتني حدا الناس خرجت وكاع ما هضرش معانا كاع ما نردش عليها، نقول لها ما هاي يعني كيما انا هكا وضربني عادي ضربني انا ولدك ونقعد ولدك وضربيني ما كانش تعمل مشكل. انا عاد اللي عشت معها ديما وراني قاسي معها، كاين عاد خوتي اخرين عاد اللي كاع ما عايشينش معها وما حسيش بالحنان تاعها، يقولوا لي الحنان ما كاع ما عندهاش الحنان. وكاين حال بنت هذيك اللي رماتهم اللي قلت لك عليهم في الاول، هذيك كاين واحد البنت كاع ما جاتش عندها بلات شافتها غير مطره وهكا يقول الناس يقولوا لهم بلي علاش ما تروحش عند امكم علاش ما تشوفوهاش، يقولوا بلي هي رمات يقولوا لها بلي هي رمات نفس صغار وهي سمحت فينا وكاع ما نشوفش عندها وكاع. عاد جا عندها مؤخرا واحد خمس سنين والله حا خويا وعاود حا اختي جاو شافوها، وهذيك الاخت الاخرى شافتها غير مره وكاع ما عاودش جات شافتها. يا ولد اخويا مسكين هذا يجي لعندها يقول لي ما عندهاش الحنان حتى هو عنده مشاكل معاها وكاع، دوك تاتي القصه فيما بعد ان شاء الله. انا علاش جبت هذيك الناس خويا هشام وضربتني امامهم؟ كي عرفت باللي راح عند الوالد خرجت مشيت ضربتني وخرجت وما قلت لهاش
مشيت للجامعة وكاع توسلت بالناس بالأئمة وبالجاه وبالناس اللي عندهم قيمة في الجوار ومن العائلة ومن الأقارب. جاءوا عندها وقالوا لها باللي هذا ولدك وغير عندك غير واحد يليق خليه يمشي عند الباء وهذه المشكلة هذه يليق تحبس ويليق تفاهمه. قالت لهم لا وكي مشى زي ما يقول لي ما تمحلوش. يا أصروا عليها وأصروا عليها وأصروا عليها يا سيدي سمحت لي في هذيك النهار وجات وضربتني جيت هنا وضربتني إلى غير ذلك. كانت عندي واحد جدا تاع أمي أيضا كانت عايشة معها قالت لي أيضا سامحيك على جنب جدتك هذه راها مريضة وكاع وهذيك الجدة تاعي تبغيني بزاف مسكينة ولا كنت نصلي فيها وكنت نوضيها ونعلمها أحكام الدين وكاع. هي بصح مع المدة عاود يمر الوقت دائما الإنسان يفكر في بول هذه الحنانة والإنسان يميل بول يميل الوالد نتاعه وكاع. أنا كي خرجت من ليسونس وقعدت مع الوالدة عاد وقعدت نقول لها نمشي عند البا نروح عند البا وكاع وحتى في دار المعاملة نتاعها أنا نبقيت برها فقط خوفا من الله ماشي حنانا وعاطفة وحبا وتهضر معايا حنا هضرة ما عندهاش أي ما نحسبهاش أنا باللي يما هضر معايا كيدي راني صاحبها والله ما تقول لك واه دوك عادكي كبرت وكاع تقول لك تهلا في روحك وكاع وتقول لي مثلا هاد الدراهم إلا خصك وكاع صح ما عندهاش المعاملة اللي مليحة الحنان ما كانش. قليش من تقول لي هذيك الهدرة غير تخرجها ما شعر كيفاش تخرجها مرات في 6 شهور 7 شهور والله تقول لي الهدرة اللي مليحة الله أغلب حياتها معايا غير الكلام اللي ماشي مليح وما تبقى لك تفاهم تبقى دائما تفرض رأيها خصوصا في أمور الدين وأمور الحياة الاجتماعية ودوك يعني أكيد تفصل في هذا الأمر هذا مستقبلا مؤخرا إن شاء الله. إذا لما كنت معها في القضية نتاع ضربتني عاود رجعت لها عاود بغيت باش نروح عند الباب وأنا كانت عندي المناسبة أنني تخرجت من ليسونس إلى كملت الدراسات العليا نتاعي تعرف الجزائر ما كانش الماجستير تدخل بالمعرفة وكاع بلد المعرفة يا كي أنا عندي الجنسية الفرنسية ولدت في فرنسا وعندي كواغط وكاع قلت أنا نقعد معها وما نقدش نمشي عند الباء وبالك واحد يموت بالك واحد يتلقى الوالد الله تعالى عاقل الوالد تاعه وأنا عارف بلي ربي وصى الوالدين زوج مقيد خويا هشام نتصل مع بويا نخرج برا نتصل به بالك يعني كي ندخل للدار ندير تيليفون سيلونسيو نخاف يعيط لي وهي تكون تما في الدار تعاود تقول لي حوزه تقلب عليا كاع الطابله ولا مش عارف تقرب عيني وكاع المهم ما تبغيش نهضر مع الوالد وصاحبي باك باك حتى ماشي مع الوالد كاع العائله نتاع الوالد ما نهضرش معاهم هي دوك ماشي قطعتني على بويا قطعتني على كاع الرحم نتاع بويا قطعتني عليهم. هي قلت انا نقعد عايش معها في هذا الضيق وهذه الغمه وهذه قلبي ماشي مطمئن معها قلت ما نديش نهضر معها وما نديش نقول لها وربي راه عارف شكاين في القلوب والحمد لله ربي عادل ما يظلمش. أي خرجت جا واحد النهار بديت الكبار تاعي وديت الحقيبة تاعي والكواغط تاعي وخليتها غير وحدها غير هي والجدة أنا ما مشيت باش نخليها ديفينيتيف ومشيت باش نسجل كواغطي ونشوف الوالد في الأول ونزيد نكمل قرايتي نزيد نضمن من المستقبل تاعي في الخارج ومن بعد نرجع لها ونزيد نعاونها بالدراهم ونتهلا فيها ونسجل لها الكواغط ونديها لفرنسا ونديها حتى الخارج تحوس ونتهلا فيها بزاف. صح هذا الأمر ما تحققش بسبب الفكر نتاعها متعنف بسبب الفكر نتاعها العصبي. يا كي ديت حوايجي وخرجت ومشيت لفرنسا تما عاود قعدت مع الوالد المسكين ورحب بيا وتهلا فيا وتقول لي هي كي باك ما تهلاش فيك الصغر وما كبركش وانا اللي كبرتك هذا ماشي باي هذا ماشي والد. نقول لها لا نقول لها ربي في القران وصى على الوالدين كاش ما يكونوا عاملين وفي الاحاديث يقول لك
النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الأب تاعك مشرك وكافر زوره درسك اللي بير وكان مشرك حتى ما يكونش مسلم زوره وبينه وبين الله. فتقول لي ما يصليش وخارج الطريق وكاع انت تمشي لعنده، كل هذه الحوايج تاع الله بينه وبين ربي حاسده يدخلها مما يدخلها الجنة. أنا ما بخنيش الحوايج تاع الله بينه وبين الله. المهم أنا اللي عليا برا ومبرك، تقول لي لا أمك 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 أمك، تقول لي تروح وتخليني وحدي. نقول لها أنا ما غاديش نخليك وحدك، أنا غادي نمشي ونعاود نرجع لك. والدليل على أنني نرجع لها رجعت لها، رحت لفرنسا وقعدت تما نخدم وقعدت عاود مشيت عاود أردن وقريت كلمة قريتي في الخارج. وعاود كي بغيت نرجع لها قالت لي ما ترجعش، وقالت لي كي توفت جدتي هذه المنطقة توفت، كي توفت عاود ما حبست عليا كاع التليفون وقطعتني كاع ومنعتني كاع باش عاود نولي كاع. من 2010 هذه القضية مشيت أنا في 2010 إلى غاية رجعت لها في 2018 في وقت كورونا 10 سنين وانا غير نجي الجزائر ونروح لفرنسا ونهضر معها وتكون في عليا. ومع ذلك كنت نتمنى في اخويا هشام بطريقه غير مباشره، كنت نبعث لها الدراهم تاع ما نقولهاش، قول لها الناس اللي نبعث لهم ما نقولهمش باللي ما نقولهاش باللي هذه الدراهم تاعي على بلاش كاع. وكان يوصلوا الدراهم يجيو لها الدراهم تصبح ماشي انا من عندي انا ما ننساهاش كاع. نعرف أنا الحوايج تاع الوالدين واللي كان قال لي إذا وفت إذا كنت براهم يقعدوا والدي. إذا أنا كي مشيت عند بويا وعاود بغيت نرجع عندها ما بغاش، أنا 10 سنين وأنا بعيد عليها وقلت بالك تبدل بالك تتغير بالك قلبها يحن عليا على ولدها وكاع. صور أنت ويا هشام كاع ما تعيط لي ما تهدرش معايا غير أنا نعيط لها في التليفون. أين هذا الحنان هذا؟ أين هذه المحبة؟ أين هذه الرحمة اللي فيه؟ أنا ولدها أنا كنت نقول للناس قلت لهم بلي هذيك ماشي أمه بلا كاع ماشي أمه. كنت نقول لهم لكان أنا ما جيتش من الدين نخاف الله خويا هشام ما ندير معاها ما نش عارف كاع نقتلها والله ما نش عارف شنو ندير معاها. كان جا واحد أخر خارج الطريق ولا اللي دارت في ولادها وفي المعاملة نتاع ولادها ما شيء عظيم. علاش القلب ما كانش الكبدة تبدا ما كاينه اتجاه اولادها، يعني علاش تولدني وفي التالي ترميني وما تعطينيش الحنان؟ واش الفائده؟ باش كي نكبر انا عاود نعوض لك هذاك الحنان اللي عطيتها لي في الصور. اذا انا لما عاود رجعت لها وعاود بغيت نرجع لها وكنت بعيد عنها، الحاجه اللي قالت لي ترجع كي جدتي توفات قالت لها رجع فريد، الا ما ترجعش فريد مانيش راضيه عليك الى يوم الدين. غير في هذيك الحاجه. وهي في نظرها انني ان يعاق عليها ان يعاقها كي خرجت بنور من الرضا نتاعها. هي في نظرها راني مانيش مليح مع الله ومانيش مليح في الحياه الاجتماعيه نتاعي. وهي ايضا تدعي لي دعوات شر ودعوات الحمد لله دعوات ما يوصلوهاش، نحس روحي باللي انا راني مليح. تزوجت وطلقت كي خرجت وكاع اكيد تزوجت وطلقت في هذه الدعاوي نتاعي. قلت لها انا كاين الناس اللي مليح بالرضا نتاع الوالدين وعايشين مع والديهم ويتزوجوا ويطلقوا هذه بمقادير الله ماشي. نحس روحي انا راني مغبون بالدعوات تاعك، المفروض انك تبغيني ما تدعيش عليا، تبغيني ويتدعي من القلب ماشي كان اللي يقول لك والدك يدعيو عليك غير حتى تقعد معاهم والله يزعف الزعاف نتاع خفيف الله. مثلا امك وولدها ولا بنتها تدافع عليها تقول لهم باللي روح الله يجيب لكم الله يجيب لكم. هذه الدعوة هذه كان يقول لك هذه ما تخرجش من القلب نتاع الأم، اختار راها غير تقعد مع أولادها زعف الزعف. فحنا قالت لي الوالدة دعت عليك ثلاثة نتاع الدعوات، هي صالحني دعوات ثلاثة. قالت لي الله لا يسخر لك الزواج تاعك والله لا يعطيك الأولاد وربي إن شاء الله يجيب لك الكونسير. هل مثلا الام اللي تبغي اولادها تدعي عليه هذه الدعوات هذه الدعوات نتاع الهلاك نتاع الموت؟ المفروض كي بغات الام ما تبغيش الدعوات اللي يوصلوا لاولادها بهذه الطريقه هذه. شحال في عمرها اليوم فريد؟ اي والله ما تدعيش انا عارف بلي ربي راه معايا ربي
استجبت في الدعاء تاعك فريد عشان الله نيشا فريد يا عاود كي رجعت كي بغات ترجعني فريد امها حولي قالت لها بلي رجع رجع فريد رجع وليت ترجع على خطر فريد مليح وكاع الناس اللي بغيوه وكاع كان انا ماشي مليح راني خرجت طريق وكاع ربي ما عرفش موفقني في دراستي وما عرفش موفقني في التعليم تاعي وكثير وبزاف فريد قلبو راه معمر فريد وغلط وكاع ويتنضى في والديهم وكاع يا عاود رجعتني كي رجعتني مع 2018 2019 عاود قعدت معاها وعاود رجعنا كما نقولوا لدار العامات الماضيه دار النول وعاود بغيت عاود نجدد لها الامر نتاع الوالد قلنا بلي مشيت عند الوالد خصني نعاود نروح عنده دائما قضيه نتاع الوالد حتى الان مازلت مسكه بالراي نتاعها ومحد الان دائما لما نجبد لها غير الوالد تقول لي لا اما انا والله هو هذا ما كان عنده ما عندناش حل وسط ما عندناش الوالدة المناقشة أنا بطبيعتي نناقش ونحاور إذا كانت المشكلة بين الطرفين نحوس ونوصلوا على طيب. أنا عارف فارد في هذا فارد ألو ألو حول حول دوكا هي شحال في عمرها راه 67 سنة 67 سنة دوكا راك عايش معاها دوك حاليا دوك حاليا راني في كلمتان راك معاها مانيش معاها دوك هي بصح ما على بالاش بلي راني بلي راني كما نقولوا مخاصمها وما انا مشيت لتلمسا بياش نكري تما ونقري في الجامعه وبياش نحل المشكله هذه بعد عليها باش بدات في الاول كاع اتصلت بالبرنامج تاع اللي فات مات وقالت لي واحد الاخت بلي هذا البرنامج ما راهش كاين وقالت لي بلي غادي نفتحوا برنامج اخر هي انا كي بعثت عليها بلي على اساس راني في الجامعه باش كي ندخل لهذا البرنامج ما تعرفش من اي استضافها الى الان انا من هي وراي عايشه هي وراي عايشه فارد هي وراي عايشه هي في الغزوات وانا في كلمسان طيب شوف فارد بريميرمون انا نحييك باسكو انت كيما نقول لك انسان اللي بارب والديه تعرفوا شنو المشكل تاعنا فارد المشكل تاعنا انه نعتقد بلي الوالدين لازم يكونوا كيما نحبوا حنا ولا حنا نخيروا الوالدين والدينا ربي يعطيهم لك كيما راهم بشخصيتهم بعقليتهم كيما راهم يماك الوالدين ماشي دائما يكونوا ملاح لازم نفهموها ماشي دائما الوالدين ملاح ماشي دائما الوالدين ديال ماشي دائما الوالدين لازم يكونوا يخموا كيما حنا نقولوا كيفاش حنا نخموا هكذا والدينا علاش ما يخموش كيما حنا نو كل واحد كيفاش ربي خلقه دوك الوالدين كما يقول لك التعامل معهم دائما يكون صعيب في راس الانسان يقول لك والدي انا نحب نبرهم نحب كذا بصح ما نشوفوش راهم يديروا بريميرمون ديجا ربي ويقول لك باللي في طاعه الله الوالدين ما عندهم حتى حساب تما كي تكون واش يدوموندي منك الوالدين فيه غضب ربي سبحانه هنايا الوالدين يولي كلامهم ما عندوش معنى هي المشكله نتاعها انها بغات الوالدين هاني جايك شوف غير شوف فريد هاني جايك هي بسيطه جدا بريمير مونتا انسان اللي راك تعرف الدين خير مني بصح انا راح نحكي معك بالمنطق شوف انا بالنسبه لي لانه يجوني بزاف حالات وين يلقاو حرج كيفاش يتعاملوا مع والديهم شوف الوالدين عليك انت انك كما يقول لك تقعد تسقسي عليها تقعد تحوس عليها بصح يدي ماك راهي تضرك هنا التصرف اللي درتو دوكا راك درتو روطا حتى 45 سنه تجبد روحك خويا العزيز تروح تبدا حياه جديده تعيش حياتك يماك تسقسي عليها ميم سي عيط لها شوف كي تسبك خليها تقول اسمح لي فارد اسمح لي كي ترفع التليفون عيط لها شوف سقسي عليها خليها تسبك خليها تقول واش تقول خليها تدعي عليك خليها كي تكمل المهم ميمتي راكي بخير خليها تقول واش تقول وكوبي المهم انت رضيت نفسك دراهم تقدر تبعث لها دراهم هنا تخلص مسؤوليتك الخطا اللي يديروه بزاف عباد انه يحب يبدل والديه ولا يحب يبدل عقليه يماه ولا يحب يبدل عقليه باباه يماك هكذا الخطا انه انت في بلاصه ما تخمم ولا تطرح التساؤل الاساسي اللي هو كيفاش نتعامل مع يما انت تخمم علاش يما راهي تتعامل معايا هكذا خطا هذا خطا خو يماك هي مديوره هكذا يماك ماشي حنينه
بغض النظر وشنو هو السبب، ما نحاوشوش نفهموا شنو هو السبب، باسكو كي نحاوشوا نفهموا شنو هو السبب لازم نحكيوا معاها ولازم نتعاملوا معاها ولازم نروح ليها ونفهموها باش نفهموا شنو هو السبب. والسبب ما راحش يدي النتيجه، قلت لك الخطا انه ماشي علاش يما ماشي حنينه. السؤال الاساسي كيفاش نتعامل مع يما؟ اسمح لي كيفاش نتعامل، اسمح لي فريد تفرض عليك حتى حوايج تاع الدين. اسمع لي فريد، اسمع لي، عندك 35 مينوت وانت تحكي. اسمع لي اسمعني فريد، اسمع لي باسكو كان هذا السوجي نقدروا نقعدوا فيه زوج سوايع. نعاود نرجع لك النقطه الاساسيه يا فريد، ما نحاوسوش نفهموا علاش يماك هكذا، حاوسوا نفهموا انت كيفاش تتعامل مع يماك. دوكا العلاقه بيناتكم لازم تكون وحادية، يعني منك ليها، منها ليك، ما تستنى والو. على بالي بلي الانسان يقعد دائما يستنى الحنانة تاع يما، يقعد دائما ماذا به يما تكون كيما اي ام واحده اخرى، بصح انت يماك ماشي كيما اي ام واحده اخرى. وبغض النظر على السبب، يماك دوكا انسانه اللي انت ما تقدرش تعيش معاها باسكو ما راهيش تعطيك حتى حاجه من واش انت راك محتاج. معليش اوكي اجبد اجبد منها خويا، ابقى سقسي عليها من داك، حبيت تروح زورها اذا قدرت تروح زورها روح زورها، تكفل بها ماديا، نهار تسمع بها بلي مريضه تكفل بها، المهم اوقف معاها بصح وشو من بعيد، باسكو يماك تقرب منها راح تخسر كامل حياتك. كاين ناس يجيهم بيزار وشاين نهضر يقول كيفاش ولي مات ايه هم بعد اللي مات اللي مات لا هي نبي ولا هي ولا هي رسول ولا هي كذا. اوكي يماك ولداتك جابتك للدنيا، اوكي خلاص، ما دوك انت يماك ولداتك جابتك للدنيا، تسمى انت حياتك الله لا يردها، تقعد انت يا عايش غير حامل هبال تاع يماك. لا 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 لا، يمات وقتاش وقتاش تحمل هبالها؟ نهار 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 تكون يماك حنينه وبيا معاك وقايمه بك وعندها استثناءات وين ما تكونش مليحه تماوي، بصح كي تكون يماك كيما يمات فريد هكذا، هنايا بالعكس واجب عليك انك تبعد عليها باسكو راح تخسر كامل حياتك، حياتك هكذا، حياتك انت راح تخسرها. الو فريد، انا نقول لك يعطيك الصحه، انت انسان اللي في قلبك تبان بلي انسان طيب وتحملتها بزاف واثرت على نفسيتك بزاف وضراتك بزاف، انسان فوق 20 سنه تحكمك تضربك قدام الناس، هذا امر غير مقبول نهائيا. ما تقولوا ليش يمات، معليش لا لا ما يمات ماشي معليش، هي انها هي ماشي ذات بغيت تقول لك ما ديرش هذه وما ديرش هذه وكاع، هي تبغي تقيدك. ايه لا لا هذا خطا، شوف اسمح لي اسمح لي فريد، الخطا اللي يديروه بزاف ثاني والدين، ناس وليدكم جبتوه ولا بنتكم جبتوهم للدنيا هذه، اوكي تنصحوهم تسيو توجهوهم تسيو تعطيوهم لا باز صحيحه، بصح سيرت مومون كي يبدا يكبر الانسان ها سي بون تعيش له حياته. تما كيف انت عشت حياتك كامله ودوك حاب تحكم ولدك تزيد تعيش له حياته؟ اسمح لي فريد، اسمح لي كلام كبير، اسمح لي فريد كلام كبير. المنطق تاع العائله يمشي على اساس انه الانسان يتزوج بانسانه اللي يكون حاب يدير معها عائله، جيبوا دراري، دراري كيبداو يكبروا ان سيرتا مومون ما يدبر راسهم في حياتهم يديسيديو، ماشي تقعد عايش له حياته ولازم يقعد حياته كامل يدير واش راك حاب انت. هذا يسموه جهل، هذا يسموه تخلف، كل واحد عنده الحق يعيش حياته كيما راهو حاب، سبحان الله. تما كيفاش دوكا انت انسان كيما فارد، دوكا انسان كيما فارد انا بالنسبه ليا تلقاه معمر بالعقد النفسيه، ومن بعد دوكا فارد كي يحب يتزوج يحب يجيب دراري تتلفلو منين يبدا يتعامل مع ولادو، كيفاش يتعامل مع ولادو، واش يحكي لهم على يما واش يحكي لهم على بابا، تتلفلو كامل منين يبدا ينعلو بليس هالوالدي ربي يهديكم. كي تجيبوا دراري خمو قبل ما تظلموهم، خمو قبل ما تظلموهم. دقيقه فارد ما نهضروش على الزوج، فارد نهضروا على الزوج خويا انت ثاني، دوك نهضر على يماك ولا عليك انت، نهضروا للزوج اصبر خلينا نكمل نهضر هاني جايك. راح الحل سو فريد، انا قلته لك الحل سامبل وبسيط وواضح خويا، راح تلمسان خدم ربي يعاونك، خمم تتزوج، خمم دير دراري، عندك يماك سقسي عليها من داك، تكفل بها ماديا، ابعت لها مصروفات، سمع بها مريضه، وقف معاها، نهار تقدر تروح تزورها روح زورها، اش كي تروح تزورها ادخل عندها انت زورها ماشي هي تزورك، سمع اش كي تدخل عندها للدار انت راح انت ما بيش كنش فاهم هذا. أنا كيمشي وتعرف باللي ما غاديش نولي لها، شا تقول لي باللي عندها واحدة الدار، تقول لي الدار غادي نمدها ونروح للدار العاجزة، وأي إذا مرت وإذا صرت لي في أي حاجة تقول لي باللي أنت هو يا فريد 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 يماك مشي تاع اللي تسمع لها كي تقول يماك انت على بالك هي كيفاش دايره، على بالك باللي هي تصرفاتها كامل غلطه، على بالك باللي الكومبورتمون تاعها غلط، على بالك باللي راهي غلطه فاش يدير فاش يتقول تسمى واش يتهدد. حتى اذا دارتو انت ضميرك صافي، ضميرك هاني، باسكو في الاخر حياتك ربي يحاسبك على حياتك يا فارد. انت حياتك واش درت فيها 45 سنه، ما راك داير دار، ما راك متزوج، ما راك جايب دراري، لا لا خويا روح دير حياتك،
تزوج، التهب بخدمتك، التهب عائلتك، يماك سقسي عليها، اقعد زورها كي تقدر تزورها، اصرف عليها، اوقف عليها، بصح كونك انت اللي تعطي لها، ما تكونش متلقي من عندها، ما تدي والو من عندها، باسكو راح تشبعك طاقه سلبيه، تسمى ما ممكن تروح تزورها، راح تسبك اسمح لي، وراح تسبك وراح تقول لك وكذا، وراح تهضر معليش كي تكمل تهضر هي، انت معليش كمل بوس لها راسها، كي تخرج برا واش هضرت لك، كامل نحي من راسك اللي ما كاش، وعاود روح كمل حياتك، الله غالبي ماك مديورها هكذا. هذه الناس لازم يفهموها على باب اللي احنا نسيتو المجتمع الجزائري عندنا الام نقدسوها بزاف بصح كاين اب الام وكاين تصرفات من تصرفات الناس الوعاد اللي ما هضروش على عقوق الاباء على الابناء دائما يهضروا على الوالدين وعلى الوالدين وعلى الوالدين اي باسكو احنا باسكو احنا مجتمع تاعنا خطا، احنا مجتمع تاعنا يقدس الوالدين بغض النظر على كلش، وهذه ما كانش منها، ما كاينه لا في الدين لا في المنطق لا في في في, في, في طبيعه الانسان في والو، خلاص اغلب الناس اللي والديهم جابوهم للدنيا جابوهم خلي واحد يرحم باباكم واحد يقول لك شنو يهضر هضره خاطئه يرحم باباكم شي اي والدين والدين هو ماشي كامل والدين مقدسين هو ماشي كامل والدين يستحقوا التضحيه هو ماشي كامل والدين لا اله الا الله محمد رسول الله الوالدين اللي تضحي عليهم لحياتهم كامل وما يضحوا عليك الوالدين اللي تعطيهم لحياتهم كامل وهما يعطوك الوالدين اللي توقف معاهم لحياتهم كامل واقفين معاك الوالدين اللي ديرهم اولويه في حياتك هما الوالدين اللي حياتهم كامل دايرينك اولويه في حياتهم الوالدين اللي تضحي عليهم لحياتهم كامل يضحيوا عليك نقطه الى السطر مشي اي والدين والدين ومشي كامل والدين مقدسين ومفروض انا عاد هذه العقليه خويا هشام اللي قلتها انا لك حتى دير الوالديه وما دير فيا اللي دير كيما دخلت معايا في الدين انا اللي ما بغيتهاش كي دخلت في الحوايج تاع الدين ومن الحوايج تاع الوالد ومنعتني من تاع الوالد ربي يهديها ربي يهديها فريد ربي يهديها فريد وقت البرنامج راه قريب يخلص فريد انا اعطيتك الحل لازم انت تهني ضميرك راك ضميرك صافي على بالك بلي ما راك مغضب ربي ما راك مقصر معاها بس شنو افصل حياتك على حياتها فريد سي المومون دوكا الدور تشوف حياتك باسكو تقعد هكذا راح تكمل تدمر لك حياتك اسمح لي هكذا راح تكمل تدمر لك حياتك يماك وراح تخليك دائما في الحاضر وراح تسبب لك راهي مسبت لك بزاف مشاكل نفسيه وراح تسبب لك مشاكل نفسيه اكبر انا احتاج بينها عند الله اجر عند الله خويا معليش اوكي عند الله يا اوكي بروبلم رعاها تدي اجر عند الله بعثت لها المصروف تدي اجر عند الله سقسي عليها في التليفون نهار تقدر ما نسيت تسبك راك تدي عليها اجر عند الله روح زورها نهار تقدر هي تدي عليك راك تدي عليها اجر عند الله هذوك ما تدي اجر بصح هذوك السيرمو ما تدي اجر على روحك تدي دير انت عائله تربي دراري تكبرهم تقوم بهم دوكا سي دورك دير عائله فاهمين واه يعطيك الصحة فريد بارك الله فيك باش ندير معك البرنامج اللي راه جاي عاود ما نقولش للوالدة باش نديروا عاد البرنامج باش نصارحها امام الجزائر يا خويا هاي كتب ربي ان شاء الله كي نعاود نبدا البرنامج الجديد نعاود نعيط لك نزيدو نستضيفوها ونجيبوها الله يحفظك خويا هشام الله يحفظك صحيت خويا فريد شكرا شكرا عليكم خويا هشام صحيت فريد الى اللقاء تهلا في روحك الى اللقاء صحيت شكرا السلام عليكم ورحمه الله هذا الموضوع مواضيع اللي قلقوني المواضيع تاع تقديس الوالدين هكذا بهذا الشكل بدون اي مبرر انا ما نقبلوش انا بالنسبه لي الوالدين اللي يتقدسوهم الوالدين اللي واقفين على اولادهم واللي ربوا اولادهم ماشي كامل الوالدين يتقدسوا نقطه الى السطر كانت هذه قصه اليوم فارد بالنسبه لي ضحيه مع انه وليد فاميليا ومربي بالصحراء وشوفوا راه مليء بالعقد النفسيه الثقه تاعو في نفسه راهي تحت الحضيض ربي يهدي الوالدين ان شاء الله كانت هذه قصة اليوم عندكم قصص ملاحظات انتقادات تقدروا تبعتوه منا في هذا الريزو التوعي إلى ذلك الحين نقول لكم يعطيكم الصحة نتلاقوا المرة الجاية في قصة جديدة وعدد جديد سلام.